في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من تعليم ابتدائي، الدرس الخامس، قياس الأطوال أجزاء المتر، كان صفحة 26 و 27. الدرس الخامس، إذا عندنا تمرين ثاني بعد في الحصة الثانية، وبينوا القياسات 1 سنتيمتر و1 ديسيمتر و5 مليمتر على المسطرة باستعمال أصابعي، وألون كل واحد منها بلون مغاير كما في المثال. لاحظ عندنا هنا كل قطعة صغيرة حمراء تمثل 1 مليمتر، هذه القطعة هذه الصغيرة، هذه كل واحدة تمثل 1 مليمتر. عندما نضع القطع العشر جنبا إلى جنب واحدة تلو الأخرى نحصل على 1 سنتيمتر، من هنا تل هنا 1 سنتيمتر، إذن فيها 10 قطع. الآن هذه 5 مليمتر، 5 مليمتر، هنا 10 مليمتر أو 1 سنتيمتر، هذا هو 1 سنتيمتر، إذن 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر 2، 3، 4 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، 6 سنتيمتر، 7، 8، 9، 10 سنتيمتر، إذن هذا 1 ديسيمتر، 1 ديسيمتر، ارسموه على هذا الشكل، إذن أكمل، 1 ديسيمتر يساوي 10 سنتيمتر، 1 سنتيمتر يساوي 10 مليمتر. Troisième question, j'écris la mesure de la taille de chaque garçon ou fille. Iden اكتب قامة كل طفل وكل طفلة. Et je range ces mesures. وارتب هذه القياسات par ordre croissant. معنى par ordre بترتيب، أي من الأصغر إلى الأكبر. نلاحظ عندنا زينب قياسها طولها هو 1 متر و62 سنتيمتر، ولاحظت أنها تقف على كرسي طوله 25 سنتيمتر، إذن هذه ماشي قامة حقيقية لزينب، إذن لكي نعرف قامتها الحقيقية خصنا نقسمها 25 سنتيمتر من 1 متر و2 سنتيمتر. إذن ننجز عملية على الشكل التالي، نستعمل هاد جدول التحويلات، نكتب فيه 1 متر 62 سنتيمتر، لاحظ 2 أضعها أكتبها في السنتيمتر، 6، إذن أحولها هي 162 سنتيمتر، 25 سنتيمتر، أبدأ دائما بالوحدات، 5 سنتيمتر، 2 ديسيمتر، إذن 25 سنتيمتر. أنجز العملية، ناقص 2 ناقص 5 لا يمكن، 12 ناقص 5 تساوي 7، أرد الاحتفاظ إلى مكاني، 6 ناقص 3 تساوي 3، 1 ناقص 0 1،
de 137 سنتيمتر. تساوي أيضا هي متر واحد وسبعة وثلاثون سنتيمتر. بالنسبة لحسن قامته مترين جوج متر، ولكنه يقف على كرسي طوله 58 سنتيمتر. إذا باش نعرفوا القامة الحقيقية لحسن ننجز عملية الطرح. إذا 2 متر ناقص 58 سنتيمتر، 2 متر أحولها إلى سنتيمتر، إذا صفر، صفر هي 200 سنتيمتر، ناقص 58 سنتيمتر، 8 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، إذا هي 58. أنجز العملية، صفر ناقص 8 لا يمكن، أضيف واحد 10، 10 ناقص 8 تساوي 2. أرد الاحتفاظ إلى مكاني، صفر ناقص 6 لأن هذه عندي 6 لا يمكن، إذا أضيف واحد 100 هنا، 10 ناقص 5 تساوي 4. أرد الاحتفاظ إلى مكاني، 2 ناقص 1 واحد، إذا قامة حسن 142 سنتيمتر تساوي متر واحد واثنين وأربعون سنتيمتر. بالنسبة لسلمى، سلمى قامتها متر وواحد وثمانون سنتيمتر، وده لاحظت أنها تقف على كرسي طوله 42 سنتيمتر. إذا ما هو الطول الحقيقي؟ نقوم بعملية الطرح أيضا. إذا نكتب واحد متر واحد وثمانون سنتيمتر، واحد في سنتيمتر ثمانية في ديسيمتر هي 181 سنتيمتر، ناقص 42 سنتيمتر، 2 سنتيمتر 4 ديسيمتر. ونجد العملية، واحد ناقص 2 لا يمكن، أضيف 10، 11 ناقص 2 9، أرد الاحتفاظ إلى مكانه، 8 ناقص 5 3، واحد ناقص 0 1. إذا قامتها أو طولها هو 139 سنتيمتر، وهي تساوي متر وتسعة وثلاثون سنتيمتر. الآن نرتب من الأصغر إلى الأكبر. إذا الأصغر هي 137 سنتيمتر، أي واحد متر وسبعة وثلاثون سنتيمتر، أصغر من 139 سنتيمتر، أي واحد متر واثنان وأربعون سنتيمتر، أصغر من 142 سنتيمتر، أي واحد متر و 42 سنتيمتر. هذا نفس التمرين الذي كان اللي كان عندنا في السنة القديمة الماضية، هو هذا كانت فيها التمرين، أحدد طولة قامة كل طفلة أو طفل وأرتب من الأقصر إلى الأطول. إذا هذا درسناه. إذا دائما في الحصة الثالثة أن التمرين الرابع أكمل رسم القطع كما في المثال. مثلا عندنا طول هذه القطعة هو 3 مليمتر، هي 3 مليمتر، إذا نكمل هذه القطعة هنا 5 مليمتر، إذا بواسطة مسطرة أرسم 5 مليمتر، 9 مليمتر، 9 مليمتر أيضا أكملها، 10 مليمتر، 10 مليمتر، 11 مليمتر، وأستعمل مسطرة،
29 مليمتر، 31 مليمتر. تمرين خامس، أحيط بخط أكبر، قياس أكبر، خط أكبر قياس في كل حالة. أتخيل كل قطعة في ذهني وأجيب ثم أرسمها لأتحقق. مثلا عندي هنا 4 سنتيمتر 4 مليمتر، بالقطعة الأكبر 4 سنتيمتر أو 4 مليمتر، إذن هي 4 سنتيمتر أحيطها وأرسمها 4 سنتيمتر يا 4 مليمتر على هذا الشكل. 1 سنتيمتر 9 مليمتر، أكبر قطعة هو 1 سنتيمتر. أكتب أرسم 1 سنتيمتر 9 مليمتر. 3 سنتيمتر 32 مليمتر، أكبر قطعة هو 32 مليمتر، لأن أرسم 3 سنتيمتر و 32 مليمتر أكبر من 3 سنتيمتر. التمرين السادس، أكتب طول الخط الأحمر بالديسيمتر وبالسنتيمتر ثم بالمليمتر. هذا الخط عندنا 1 سنتيمتر كنعرفو يساوي 10 مليمتر، إذن هذا الخط فيه 10 سنتيمتر. هذا خط أيضا 10 سنتيمتر، إذن جوج ديسيمتر، جوج ديسيمتر أي 200 مليمتر تساوي 20 سنتيمتر تساوي 2 ديسيمتر. سابعا، أكتب طول الخط المنكسر بالمتر. أن هذا الخط هنا هذا 1 ديسيمتر، 1 ديسيمتر 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذن 10 ديسيمتر. كم من سنتيمتر؟ هي 100، لأن 1 ديسيمتر في 10. كم من متر؟ 1 متر. تمرين الثامن، جيكري لونيتي كونفينابل متر و ديسيمتر و سنتيمتر و مليمتر. أكتب الوحدة كونفينابل المناسبة متر أو ديسيمتر أو سنتيمتر أو مليمتر. مثلا لا هوتور دو لارموار، هذا الارتفاع هذا ديال هذا لارموار 2 متر. ليبيسور دون بيس دو موني، سمك ديال القطعة النقدية 2 مليمتر. L'épaisseur du roman que les mamans sont qui dit le kitab le katrama l'om dali juge centimètre. Largeur du livre de mathématiques l'ar dial kitab dial tarziyadiyat juge dial décimètre. وكنكون انتهينا وجئنا على نهاية الصفحة 27.